التوعية البيئية لها دور أساسي، وخصوصا نحن في هذه المرحلة من خلال مرحلة إعادة الأعمار، فإعمار البشر والحجر والشجر. لذلك الاهتمام الرئيسي والأساسي في تنمية هذا الجيل وتوعيته توعية بيئية قادرة على بناء سوريا الحديثة والمتجددة دائما، سوريا الخضراء. من خلال جولتنا اليوم ورؤيتنا للمعرض كان في بصمة وطريق نور يرسمه الأطفال، وما يسعدني أن أغلب المتفوقين والناجحين هم من أبناء الشهداء الذين رسموا لنا دروب النور، ويتابع أبناؤهم بناء الدولة السورية على أسس بيئية سليمة. نحن أكيد هذا الشيء بندعمه كمحافظة وكحكومة، ودعم كبير أكيد لتنمية الأطفال. هي كانت الرسومات ملفتة للنظر، فكثير من أنا في بنت شهيد لفتت نظري برسمتها، طفلة راسمة كيف بالدمار بتكون البيئة وكيف بتكون بالعمار البيئة، فهي حست إنه قديش نحن بحاجة لهالأجيال لحتى تحافظ على البيئة. البيئة لا تعني أرض أو جو، البيئة تعني إنسان، الإنسان لأنه هو يعيش ضمن هذه البيئة، فعليه أن ينمي كل ما حوله ويحافظ على الصحة، أن يحافظ على البيئة. وأنا بشوف هذا الجيل نحن بحاجة له بطريقة تنموية، أن ينمي فكره وأي شيء بحياته لحتى يحافظ على هالبيئة. ريم نزيه الصقر من مدرسة بنات الشهداء، إلي الشرف إني اشتركت بنادي هيك نادي نادي رسم لحتى موهبتي، وأنا فزت بهاي المسابقة بالمرتبة الثالثة. بشكر كثير كل المشاركين هون وكل اللي ساعدوا لحتى ينقام هذا المنظمة. أنا الطالبة روان حمدان، أنا شاركت بمعرض لمديرية البيئة. أنا قدمت لوحة إنه تعبر عن النظافة والحب لهذا الوطن بالنظافة وبالإيمان إنه أهم شيء النظافة بالحياة. أنا عملت لوحة فصلت فيها بين أمرين، إنه الحالة لما بتكون فيها النظافة غير موجودة، والحالة بتكون فيها النظافة موجودة. أنا لبست فستان على المحافظة تبع البيئة. هذا التوب هذا عن الشجر والمحافظة على البيئة.